أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. الخبر الأبرز الليلة هو تداول سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالبورصة المصرية. سنتعرف على تاريخ الشركة وتحركات السهم وانعكاسه على سوق المال مع ضيفي الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال. أهلا بكم. استقبلت اليوم البورصة المصرية شركة إي فاينانس، وهي أكبر عملية طرح في سوق المال منذ نحو 16 عاما. في العرض التالي سنتعرف على تفاصيل الطرح. إذن تأسست إي فاينانس في عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت هي الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة. وفي 6 أكتوبر الجاري فتحت إي فاينانس باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص، والذي استمر حتى 12 من الشهر ذاته، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر الجاري، وهو ما يوافق اليوم. بشكل عام شهد طرح إي فاينانس إقبالا واضحا، حيث تم تغطية طرح الأفراد 61 مرة، وهي المرة الأولى التي تصل لها نسب التغطية لهذا المستوى بالبورصة المصرية. وهذا يعني أنك إذا طلبت 1000 سهم فإنك ستحصل على 16 سهم تقريبا. ووسط إقبال المستثمرين قررت الشركة زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417,777,000 سهم، تمثل 26.2% من إجمالي أسهم الشركة. توزعت 10% الإضافية على أكثر من صندوق عربي وأجنبي وتغطت 6 مرات. في 12 أكتوبر الجاري حددت إي فاينانس السعر النهائي للطرح العام والخاص عند 13.98 جنيها للسهم. ماذا عن أداء الشركة المالي؟ سجلت إي فاينانس إيرادات بقيمة 904 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وبلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري أيضا. لنذهب لتوسع الشركة أو اتساعها بالأحرى، بلغ عدد نقاط البيع 326,000 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري. وسجلت قيمة المعاملات 1,050,000,000 جنيه خلال 6 أشهر الأولى من عام 2021. إذن مشاهدينا الكرام، ما كان هذا عرضا سريعا عن شركة إي فاينانس بعد طرحها اليوم في البورصة المصرية. شكرا جزيلا على المتابعة. نتحدث عن طرح لشركة كبيرة ولها أداء مالي طيب، وشركة تعد أكبر الطروحات في البورصة المصرية بقيمة 5.8 مليار جنيه مصري، ومعدل الطلب والتغطية سواء بالنسبة للمستثمرين من غير المصريين أو المستثمرين من المصريين على هذه الشركة كان كبير، يعتبر رقم قياسي أعلى أو أضخم طرح شافته البورصة المصرية بالعملة المحلية، وبلور بصراحة دور البورصة المصرية في تنمية الاقتصاد، لأن 2.5 مليار جنيه من هذا الطرح زيادة رأس مال لتوسعة نشاط الشركة والتنمية المستقبلية في الشركة، وبالتالي دورها في التنمية الاقتصادية. و3.4 المتبقية هي طرح سنوي للتأكد من أن السيولة بتاعت الشركة هتكون سيولة قوية تجذب مستثمرين الأجانب اللي بيخشوا بتيكتس كبيرة. الحقيقة الطرح ده كان متخطي تغطية ممتازة، يعني على مستوى عالمي حوالي 10 أضعاف
قيمة الإصدار قاربت 60 مليار جنيه بعد نزول شركة باستثمارات محلية مصرية البورصة المصرية ويضاف لها استثمارات أجنبية وتزود رأس مالها، فرأس المال ده هيخش في زيادة البنية التحتية بتاعتها، وبيبقى عندها حلول تكنولوجية أكتر، وهيبقى عندها خبراء أكبر، وبالتالي الخدمات اللي هو هياخدها هياخد خدمات أحدث وخدمات أكتر، وبدل ما يبقى بنخدم على 20 مليون نخدم على 100 مليون مصري بإذن الله. طبعا طرح ناجح وكان عليه إقبال شديد جدا، والمؤسسات العالمية شايفين الإقبال على تغطية هذا الطرح، فده نجاح للبورصة المصرية ونجاح للشركة. الشركة دي عملاقة وإن شاء الله هتحقق نتائج مبهرة، وإحنا كده بنوسع الملكية، ودي فرصة النهاردة لاقتناص يعني تحقيق أرباح إن شاء الله في شركات قوية مراكزها المالية جيدة جدا. وصحيح أن سهم إي فاينانس ارتفع بشكل قوي في اليوم الأول للتداول وأغلق على صعود ب 50% تقريبا، لكن الأداء في المؤشرات الرئيسية كان على تراجع. المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 هبط لمستوى 11132 نقطة، أيضا هبوط في المؤشر السبعيني ب 2.17%، ومؤشر المئة انخفض ب 2%. أما التداولات على الأسهم فبلغت 3,260,000,000 جنيه. وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال. أهلا وسهلا دكتور. أهلا معتصم حضرتك. والضحكة مختلفة عن الفترات السابقة، طبعا أخيرا وجدنا طرح في البورصة المصرية. أحب أعرف من حضرتك بداية كيف راقبت التداول اليوم على سهم إي فاينانس؟ الحقيقة سهم إي فاينانس البورصة انتظرت وقت طويل جدا لأول طرح حكومي، وكان دايما ننظر إن البضاعة الجيدة هتقدر إن هي تجذب المستثمرين يعني بشكل كبير، وده اللي احنا شفناه في طرح إي فاينانس. الأهم في طرح إي فاينانس بحجم التغطية اللي كانت موجودة فيه سواء في الطرح الخاص أو في الطرح العام. كمان كان مهم قوي نوعية المستثمرين اللي دخلوا، واحنا شفنا في الطرح الخاص المستثمرين الأجانب كان نسبتهم تقترب من 70% تقريبا، وده معدل كبير جدا ان احنا نجد المستثمرين الأجانب يقبلوا على طرح وهو الطرح الحكومي الأول، وده له أهمية كبيرة جدا ان احنا تشجعنا للطرحات القادمة. دي بتفيدنا في حاجتين، اولا عمله اجنبيه دخلت البلد بشكل كبير، الحاجه الثانيه نعيد المستثمر الاجنبي للسوق مره ثانيه، لان يعني على سبيل المثال منذ بدايه العام عندنا بيع للاجانب بما يقترب من 4,300,000,000. لما اكتتاب كبير زي كده يقدر ان هو يجذب الاجانب، فبالتأكيد ممكن هم مرة تانية يبدأوا يبصوا على بقية الشركات اللي موجودة في السوق، وبالتالي بنسميها ان يحصل تسرب للأسهم للأموال اللي دخلت للاكتتاب تبدأ تدخل في شركات أخرى جيدة ومعدلات الربحية فيها عالية ومضاعفات الربحية فيها منخفضة بشكل كبير، وبالتالي يشجع المستثمرين على الدخول في هذه الشركات. لازم ان احنا نجذب أعين المستثمرين للسوق، وده اللي حصل من إي فاينانس. لكن هذا التسرب برأيك هل سيكون للأسهم المرتبطة بنفس القطاع، قطاع التكنولوجيا بشكل عام، أم أنه ممكن ينصب على كل القطاعات الواعدة في السوق؟ احنا في مرحلتين دايما لدخول المستثمر للسوق، يعني ممكن يكون مستثمر مهتم بقطاع معين وبالتالي هو مش هينظر الا للاسهم اللي موجود في القطاع ده، لكن في الغالب المستثمر بيبقى مهتم بكيفيه تحقيق الربحيه في المقام الاول، وبالتالي ده ممكن ينصب على كل القطاعات الموجوده في السوق ويرخصها، وخاصه ان احنا عندنا قطاعات جيده جدا، قطاع الاسمده في السوق المصري من القطاعات الجيده جدا على سبيل المثال، وقطاع بيقوم بالتصدير وعنده قدره على التنافس بشكل كبير في
الوقت الحالي. وبالتالي ده على سبيل المثال فقط، يعني مش ده القطاع الوحيد، وبالتالي يعني انا اتوقع ان لا يحصل تصرف في كافه القطاعات، ولكن ده بيحتاج يعني عمليات طروحات مستمره، عمليات طروحات ناجحه، قطاعات نختارها اللي عليها طلب كبير مرغوبه من قبل المستثمر الاجنبي، قطاعات نادره كمان، قطاعات التشغيل فيها يعني مضمون بان الشركه ضمن التشغيل. احنا عارفين اي فينانس هي اللي يعني بتقوم بكافه العمليات الحكوميه، وبالتالي يعني عامله زي الشرقيه للدخان كده، يعني يعني شركه مش هتتكرر اكتر من مره، وبالتالي نوعيه الشركات حاجه مهمه جدا. كمان ان احنا ننزل حجم كبير من هذه الشركات، يعني ما ننزلش يعني نسبه قليله، وحسن عملوا ان هم زودوا ال 10% الاخرى لما لقوا معدل التغطيه كبير، لان التداول الحر بيفرق بشكل كبير جدا بالنسبه للاجنبي اللي بيدخل يشتري. وبالتالي احنا شايفين النهارده السوق عامل 3 مليار، حوالي 3 مليار 250 مليون تقريبا، منهم 2 مليار تقريبا اي فاينانس فقط. يعني قدرنا، لكن هذا متوقع لانه اول يوم للتداول ولان الطرح ضخم. صحيح، يعني لو هو اول يوم للتداول وشركه يعني احدى شركات بورصه النيل كان اول يوم للتداول كانت عامله حوالي 8 9 مليون جنيه. فلا يعني لها شركه بورصه النيل شركه صغيره، فلكن صحيح. لما بنطرح شركه كبيره وتداول حر كبير فبالتاكيد اول يوم تداول بيبقى استثنائي، لكن برضو 2 مليار تداول. لماذا يهتم المستثمرون الأجانب بنسبة التداول الحر؟ نفهم بس المشاهدين الكرام، يعني نسبة التداول الحر هي نسبة التداول اللي في إيد المؤسسات والأفراد اللي يبيعها ما بيحتاجش إخطار مسبق، وبالتالي المستثمر ممكن يبيع في أي وقت وممكن يشتري في أي وقت، وبالتالي في هذه الحالة المشتري معلوش المشتري والبائع معلوش أي قيود في عملية التداول، وبالتالي هذه التداول هو اللي فعلا بيدور ويتداول ويتحرك في السوق. لكن لو في مساهم رئيسي يمتلك أكثر من 5% من حصة الشركة اللي ما بيقدرش يبيع إلا باختاره، وبالتالي عنده مواعيد قانونية إن هو يبيع يعني قبل الأخبار الجوهرية وموافقة يعني الشركة المصدرة، وبالتالي عليه بعض القيود في عملية التداول، ومن هنا بيبقى التداول الحر هو التداول اللي بيدور في السوق كل يوم. كلما كان حجم هذا الحجم حجمه كبير، فهنا هننتقل إلى تعريف السوق. يعني ايه سوق؟ هو عدد كبير من البائعين والمشترين. اذا كان التداول الحر ده قليل فعدد البائعين والمشترين هو عدد منخفض، وبالتالي ممكن حركه السعر ما تعبرش عن السوق، لكن لما بيبقى حجم السوق كبير وعدد البائعين والمشترين كبير هنا ما بيقدرش حد يتحكم في السوق. اللي بيتحكم في حركه السوق في هذه الحاله يعني جموع المشترين وجموع البائعين. الحاجه الثانيه ان التداول الحر الكبير بيوفر حاجتين في السهم. الحاجه الاولانيه السيوله، يعني قيمه بيع وشراء كبير زي ما قلنا النهارده 2 مليار على سبيل المثال، ممكن يبقى في العادي 200 300 مليون لكن برضه حجم كبير، وبالتالي لما يحب يخرج هذا المستثمر يقدر يخرج بسهوله. يعني لو دخل حجم فلوس كبير يقدر يخرج في عدد ايام قليله دي، وبالتالي يعني سيوله السوق دي حاجه مهمه قوي. عمق السوق ويقصد بيه ان هو لما يجي يخرج ما يخرجش على فروق اسعار كبيره عن فروق السوق. يعني لو السوق شغال ب 21 جنيه في اي فاينانس وهو قرر يبيع ب 50 او 100 مليون جنيه، يعني ممكن السوق ينزل منه بس ينزل 20 70 20 60 ما يبقاش، يبقى في الافرج بتاع السوق، وبالتالي هو هنا هيبقى اسعار السوق بالنسبه له بحجمه الكبير معبره عن السعر فعلا اللي يقدر يبيع بيه. لكن لو الورقه بتعمل تداولات 5 6 مليون جنيه وهو معاه اسهم ب 100 مليون وحب يبيع، في هذه الحاله هيقعد ايام بيبيع وبيوقع السوق، وبالتالي هيبقى سعر السوق اللي موجود قدامه مش هو المعبر او مش هو الحقيقي اللي يقدر يتخرج بيه. لذلك التداول الحر وحجمه وان تكون نسبته عاليه من الشركه وحجم الشركه ده امر هام جدا لدخول المستثمرين الاجانب. ودي النقطه دايما اللي احنا كنا بنتحدث ان الشركات الكبرى لما بتدخل في السوق بتجذب نوعيه معينه من المستثمرين. في مستثمرين عندهم شروط لحجم الشركه وحجم التداول الحر اللي فيها وحجم التداول اللي فيها، عشان ده هو اللي هيتيح له حريه الدخول وحريه الخروج. دعنا نتعرف منك على طريقة التخصيص لهذا الطرح بالذات الطرح الخاص، يعني تم التغطية 6 مرات تقريبا، يعني هل بتتبع نفس طريقة احتساب الطرح العام؟ الحقيقة لا، هو في الطرح الخاص بيتبع طريقة اسمها البوك بيلدينج، والبوك بيلدينج ده طريقة متعرف عليها في هذه النوعية من الطروحات،
وبيبقى بيتحط العروض والطلبات ونشوف ايه هو السعر اللي هيعمل ماتشنج لان الكميه اللي تتباع دي تتباع بسعر ايه، وكل المستثمرين بياخدوا بنفس السعر في البوك بيلدينج. لكن النقطه الاهم كمان انه بيبقى في ترخيص لمدير الترويج ولرئيس مجلس اداره الشركه المصدره انه من حقه يدي مستثمرين كمية أكبر من مستثمرين آخرين، ومن حقه كمان أنه ما يديش مستثمرين خالص، وده يتوقف على رؤيته للطرح. ويمكن ده البعض يعني بيبقى متضرر، ليه إدى لحد إحنا الاتنين طالبين بمليون جنيه، ليه إدى الواحد 100,000 سهم على سبيل المثال وواحد تاني 50,000 سهم؟ ده بيتوقف أن بيبقى رؤية مدير الترويج أنه هو نوعية المستثمرين اللي هو عاوزهم. يعني ممكن هو يكون عاوز نسبة مؤسسات مرتفعة فيفضل المؤسسات عن الأفراد، أو أجانب ممكن نسبة أجانب مرتفعة فيفضل أجانب عن المحليين، ممكن يفضل نوعية مستثمر طويل الأجل بالمقارنة بمستثمر قصير الأجل. لذلك هو بيبقى له رؤية معينة في نوعية المستثمرين هو عاوز يدخلهم معاه، وبالتالي يعني هو بيختار هؤلاء المستثمرين إن هما بيبقى الطرح الكبير موجود في الطرح الخاص مش موجود في الطرح العام. يعني الطرح العام هنا كان حوالي 6% من إجمالي الطرح 25,777,000 سهم تقريبا، في حين إن الطرح كله كان حوالي 416 مليون سهم. طيب لفت نظرنا النهاردة أنه تم تداول السهم دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها عادة في الجلسة الأولى، ما معنى ذلك؟ احنا عندنا في التداول في قواعد التداول، قواعد التداول مرتبط بها حاجتين. الحاجة الأولانية حدود سعرية للصعود والهبوط للسهم الواحد في اليوم، والحاجة الثانية إن في حالة صعود السهم ب 5% بيتم إيقاف التداول 10 دقائق. العشر دقائق ده بيبقى الهدف منه إن المستثمرين هم ينظروا ويراجعوا قرارهم الاستثماري. لكن في اعتدنا وقواعد التداول بتقول إن أول يوم تداول لأي سهم هنا بنبدأ نحدد الماركت برايس اللي مقيمه السوق، مش المقيم اللي قام بعملية التقييم قبل عملية البيع، ولا اللي مقيمه البوك بيلدينج، لأن سعر الاكتتاب بيبقى فيه مدى سعري. المدى السعري ده كلنا بنطلب في هذا المدى السعري، لكن اللي بيحدده هما بتوع الطرح الخاص، لان الطرح العام بياخد بسعر الطرح الخاص. وفي اي فاينانس كان في البدايه في نطاق سعري، لكن حتى النهايه لكن التنفيذ تم على الحد الاقصى للنطاق السعري. يعني النطاق السعري كان من 12 جنيه ونص ل 13.98 نظرا لحجم الطلبات الكبير اللي احنا شفناها في الطرح الخاص، ونظرا ل يعني نوعيه المستثمرين الموجودين. فالنطاق السعر اللي تم التنفيذ به هو 13.98 وهو الحد الاقصى، وبالتالي احنا ما نقدرش نخرج بره هذا النطاق لا في الطرح الخاص ولا في الطرح العام. في الطرح العام السعر بيتحدد طبقا لما تم تحديده في الطرح الخاص. طبعا ده كله بيبقى مكتوب في نشرة الاكتتاب اللي هي تعتبر دستور هذا الاكتتاب. طيب عموما مجلس إدارة البورصة أصدر قرارا بتعديل حدود الإيقاف المؤقت لتصبح 10% بدلا من 5%، ما مبررات هذا القرار وأيضا توقيته؟ الحقيقه القرار ده النهارده عمل لغط كبير جدا في السوق، ويمكن كتير من المتعاملين في السوق مش راضيين على هذا القرار، مش علشان القرار نفسه لكن على توقيت هذا القرار. ان هذا القرار تم اعلانه للسوق انه تم اتخاذ قرار من مجلس اداره البورصه بالتمرير، يعني ما قعدناش، لكن احنا اتصلنا بهم وخدنا موافقتهم، وبعد موافقه الهيئه العامه للرقابه الماليه ان احنا نغير الـ 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 الإيقاف المؤقت اللي بيتم في السوق إذا تخطى الهبوط في السوق على مؤشر EGX 100، إن احنا يعني هنغير ده من 5% ل 10%. الحقيقة أنا وجهة نظري إن التوقيت ما كانش توقيت مناسب، يعني احنا كان ممكن نعمل ده قبل الجلسة أو نعمل ده في نهاية جلسة أمس، لأن برضو جلسة أمس حصل فيها إيقاف مؤقت بعد تخطي الـ EGX 100 5%. لكن توقيته أنه تم في وسط الجلسة عمل لغط كبير جدا للمستثمرين. البعض المستثمرين داخلين مش عاملين في حسابهم، يعني عندهم حسابات مختلفة، والبعض كان يفضل أن التداول يقف عشان اللي بيبيع ويعني
عنده تخوفات كبيرة من السوق يعيد تفكيره مرة تانية ويبدأ السوق يرتد بعد عملية الإيقاف، لكن استمرارية فتح التداول جعل هذا المستثمر يبقى ما هوش عارف قراره إن هو يبيع دلوقتي ولا يبيع كمان شوية. لكن على أرض الواقع هذا القرار في وسط الجلسة جعل السوق إن هو يرتد. احنا عارفين ان الاي جي اكس 100 كان وصل قرب 6% هبوط ونهايه الجلسه قرب 2% هبوط فقط، معناه ان هو ارتد 4% من السوق. لكن انا لو انا متخذ القرار اعتقد ان انا لا هاخده في نهايه جلسه امس او في بدايه جلسه اليوم عشان المستثمر ما يتفاجئش القرار في وسط الجلسه. طيب حضرتك قلت في البدايه انه لعل ما معناه انه لعل يكون نجاح هذا الطرح يعني باكوره انطلاق برنامج الطروحات الحكومية كما كان مقررا منذ سنوات. ونفس الفكرة طرحها ضيفي أحمد أبو السعد الأسبوع الماضي، كان بيقول ياريت كل شهر يكون في طرح. لو ده اللي حصل في طرح إي فاينانس، إيه توقعاتك لبرنامج الطروحات؟ ولو هيكون في طرح كل شهر تتمنى يكون الطرح الجاي لأي شركة؟ أولا لما نيجي نفكر في الطروحات ودايما نقول ايه هي شروط الطرح الناجح. الطرح الناجح اولا القطاع اللي هتطرح فيه، ثانيا تسعير اللي هتنزل بيه، ثالثا الترويج اللي هتقوم بيه، رابعا ان احنا نكون السوق مؤهل لدخول هذا الطرح من حيث التوقيت. الاربعه دول انا من وجهه نظري موجودين في عدد كبير من الشركات، لكن احنا دايما بنتخوف ان وضع السوق مش مناسب، وهيستنى وضع السوق مش مناسب لو احنا ما نزلناش شركات في قطاعات جيده وقطاعات جاذبه للمستثمرين وقطاعات نادره داخل السوق. هو ده اللي احنا بندور عليه جوه السوق. يعني انا اقدر اقول ان ايه فاينانس ما كانتش هي على راس اولويات الدوله من سنه ان هي اللي تطرح، لكن كان في مثال في السوق فوري وطرح فوري والصعود الكبير اللي حصل في فوري، ويمكن الصعود في هذا القطاع في العالم كله حصل مع كوفيد 19. لما بدا كوفيد 19 بدات الناس تهتم باسهم التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وبالتالي بدا الصعود الكبير. الرقمنه اللي مصر بتعمله يعني ساعد بشكل كبير جدا اي فاينانس ان هي تظهر في صوره اجود. اي فاينانس شركه بقى لها 15 سنه في السوق عامله معدل نمو تراكمي في حدود 30%، وده معدل كبير جدا، وانا اعتقد انها تستنى لسنوات تقدر تعمل معدل نمو، خاصه بعد ان الاكتتاب ده لما تم مش كله مساهمين بيبيعوا حصصهم، لا ده في 2.5 مليار هيدخلوا للشركه في شكل ذات راس مال في خلال شهر، وبالتالي هذه الاموال هتجعل معدلات النمو في الشركه كبيره جدا، ونقدر ان احنا مش بس الشركه تنمو لكن ان المجتمع كله يستفيد من عمليه الرقمنه اللي هتتم، وبالتالي معدل الفايده مش هتبقى بس على مساهمين الشركه لكن على المجتمع كمان. في اعتقادي هو ده الموديل اللي احنا نقدر نشتغل عليه بعد كده، ان احنا ننزل شركات السوق متعطش لها. يعني في نوعيه من شركات البترول زي ام بي، انا اعتقد ان السوق ممكن يبقى متعطش لها. شركه زي بنك القاهره السوق ممكن يبقى متعطش له. السوق ممكن يبقى متعطش لنوعيه شركات تنشأ لغرض خاص. احنا زمان خالص موبينيل لما كانت تطرح وكانت لسه يعني تحت التأسيس والمساهمين دفعوا 2.5 جنيه من 10 جنيه اللي هو الدفعة الأولية، قدرنا نعمل شبكة المحمول، ونعم كان طرح خاص، لكن نقدر نعمل يعني شركات الدولة محتاجاها، نقدر نعمل شركات تمسك تدير كل الطرق اللي موجودة في مصر في مقابل عوائد، والشركة دي يتم طرحها جديدة للمستثمرين، وهنلاقي عدد كبير جدا من الناس انها تقدر تدخل. نقدر ندخل نشوف نعمل شركة زي موانئ دبي، شركة تدير الموانئ المصرية اللي هي فيها تطوير كبير جدا خلال الفترة القادمة، وبالتالي احنا عندنا فرص استثمارية كبيرة جدا. احنا لازم نوصل لمعدل نمو لا يقل عن 7-8% عشان نواجه معدل نمو السكان الكبير. اعتقد ان البورصة ممكن يبقى لها دور كبير خلال المرحلة الجاية انها تساعد في تحقيق النمو ده، تساعد في دخول نقد اجنبي زي ما احنا شفنا في الطرح الحالي، نساعد ان احنا معدل التداول يكبر والقمة السوقية
نعم للشركات في السوق ان هي او قيمه السوق السوقيه انها تكبر، تبقى نسبه من الناتج المحلي الاجمالي. احنا عاوزين نوصل لهذه النسبه لما يقترب من 100% من الناتج القومي الاجمالي. وبالتالي احنا لازم ندور على شركات عملاقه نقدر ان احنا ندخلها للسوق، وانا واثق جدا ان المستثمرين هيدخلوا هذه الشركات العملاقه اللي هم فعلا بيدوروا عليها. عموما الحكومه اعلنت اليوم انه هيكون في 6 طروحات حكوميه في الربع الاول من العام، نتمنى أنه يحصل لأنه هيحرك السوق بشكل كبير. عايز أسأل حضرتك بخصوص بدء التداول يوم الأربعاء وغدا إجازة، إذن هي عطلة نهاية أسبوع طويلة، إيه توقعاتك يوم الحد هيكون شكل التداولات إزاي؟ أنا أعتقد أن أولاً حجم التداول في إي فاينانس مش هيبقى بهذا الحجم اللي كان يعني ضخم جداً النهاردة، وده أمر طبيعي بالنسبة للتداولات، لكن هو على الأقل هي هتضيف من 400 ل500 مليون جنيه تداول في يوم الحد. أعتقد كمان أن مستويات السعرية اللي كانت بتطور النهاردة ما بين 20 و24 جنيه في نهاية الجلسة، هو ده النطاق السعري اللي ممكن تشتغل عليه الشركة. أعتقد أن العمليات اللي بتتم الآن من بعض المستثمرين عمليات الشراء ده ممكن ياخد بعض الوقت عشان تقدر الشركة أن هي تتحرك لأعلى مرة أخرى. احنا حققنا معدل نمو ما بين سعر الاكتتاب او معدل ارباح ما بين سعر الاكتتاب واخر سعر التداول هو سعر الارباح 21 جنيه 50%، وده معدل مرتفع جدا. اعتقد ان الشركه هيبقى لها دور كبير جدا خاصه مع بدء نزول نتائج اعمالها بقى، ويعني تحسن كبير في نتائج الاعمال بعد دخول زياده راس المال. اعتقد ان الشركه هيبقى لها دور كبير. ننتظر بقى الشركه بعد دخولها في الانشطه المتخصصه من اول يوم، ان زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقه لتدخل اي جي اكس 30 هتبدا تغير من هيكل اي جي اكس 30 اللي مسيطر عليه البنك التجاري بشكل كبير. تبدا شركات عملاقه تسحب من يعني وزن النسبي للبنك التجاري، ويبقى لها دور كبير جدا في توازن ربما. نعم. طيب عايز اسال حضرتك سريعا جدا، الانطلاقه القويه للمؤشرات في بدايه الاسبوع والتراجع في اخر جلستين، هل يعني كانت مرتبطة بالتداول على إي فاينانس؟ مش مرتبطة، لكن ما ننساش إي فاينانس سحب بعض السيولة من بعض الناس، وأنا في اعتقادي أن ده مش رقم كبير، هو جذب سيولة خارجية أكبر. لكن عمليات جني الأرباح على مؤشر إي جي إكس 70 هي اللي كانت الأثر الكبير في هبوط السوق خلال الفترة دي، بعض القرارات الرقابية أثرت على بعض الأسهم الموجودة في السوق أدى للانخفاض، وبالتالي هذا الانخفاض أعتقد أنه مش هيستمر، لكن هيبقى نقدر نحن السوق يتحرك في حركة عرضية منذ بداية الأسبوع القادم. شكرا لوجودك الليلة دكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال. شكرا لك. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل آخر، وبعده ألتقي الدكتور محمد الغباري المحلل الاقتصادي للحديث عن أداء عملة البيتكوين. كونوا معنا. بكم. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيفها للتصنيف الافتراضي طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية بمصر عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقع التقرير أن يسهم الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف حركة الطيران وعودة قطاع السياحة من جديد في زيادة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في السنة المالية 2022-2023. التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. شهد اللقاء بحث نتائج الاجتماعات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزارة التعاون الدولي وممثلي البنك بمشاركة الوزارات والجهات المعنية لإعداد محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2022 وحتى 2027، إلى جانب متابعة الموقف الحالي لمسودة الاستراتيجية. هذا وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لدعم رائدات الأعمال في مصر.
وذكر البنك الأوروبي أنه سيتم تقديم القرض في إطار برنامج المرأة في الأعمال على أن يستخدم لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها نساء، وخاصة في محافظات غير القاهرة الكبرى والإسكندرية. الآن إلى متابعة العملات. عالميا، قررت شركة فولارس للطيران بدولة السلفادور أن تتعامل بالعملة المشفرة بيتكوين لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم. وقالت فولارس في بيان إنها تعمل لإعطاء العملاء خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمة في المطار. يذكر أن السلفادور اعتمدت في سبتمبر الماضي بيتكوين كعملة قانونية. هذا وقفزت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها مسجلة مستوى قياسيا جديدا في ظل رهان المستثمرين على إدراج للبيتكوين في صناديق الاستثمار المتداولة. وارتفعت بيتكوين خلال تداولة اليوم لتصل إلى مستوى 65,662 دولارا بعدما بدأ أول تداول أو بدأ أول صندوق مؤشرات متداولة للعقود الآجلة للعملة الافتراضية في الولايات المتحدة. وتكبدت العملة خسائر دامية في مايو هذا العام، حيث تراجعت لمستوى 30,000 دولار، لكنها تعافت في الشهور التالية لتتجاوز 50,000 دولار في سبتمبر، وتواصل الصعود الشهر الحالي. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب الدكتور محمد الغباري، المحلل الاقتصادي. أهلا دكتور محمد، وبداية، ما الأسباب التي تدفع بيتكوين إلى الصعود بهذه الوتيرة القوية مرة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مسائك بكل خير والجميع المشاهدين. الحقيقة الارتفاع اللي بيشهده البيتكوين حاليا نتيجة عدة عوامل، أهمها اللي هو الأخبار الإيجابية بشأن التداول، بداية التداول من يوم أمس لأول صندوق ETF لشركة برو تشيرز بيتكوين سيكيورتي استراتيجي، وهي أول صندوق ETF واللي بتداول للعقود الآجلة، العقود الأجلة للبيتكوين، وده كان له دور كبير جدا في موثوقية البيتكوين أو عودة الموثوقية للبيتكوين مرة جديدة. كمان بالإضافة إن البعض بيستخدم في ظل طبعا معدلة التضخم اللي بيشهدها العالم حاليا، البعض بيستخدم البيتكوين كهج أمام التضخم أو كتحوط من ارتفاع معدلة التضخم من خلال الاستثمار في البيتكوين، وعلى الرغم ان تذبذبه عنيف جدا البيتكوين، لكن البعض بيستخدمه كاداه من ادوات التحول. بالاضافه كمان ان احنا السلفادور اللي هي تعتبر خامس دوله او سادس دوله اللي بتعلن عن يعني قبولها للبيتكوين، ورئيسها طبعا بيدعم البيتكوين بشكل كبير جدا. يمكن كمان شاهدنا النهارده اخبار ايجابيه بشان اول شركه طيران فولاريس انها بتقبل التعامل بالبيتكوين. فكل دي اشارات بتقنين البيتكوين او يعني المزيد من القبول العام للبيتكوين للعالم يعني. طيب، لكن يعني إذا بدأت دول مثلا السلفادور كما تحدثنا شركة طيران بها تعتمد السداد بالبيتكوين، كيف يؤثر ذلك على مستقبل السهم سواء في المدى القريب والمتوسط؟
خلينا نقول ان البيتكوين بيشهد يعني اولا البيتكوين لازم نفهمه بالمفهوم الصحيح انها بتعتمد بشكل كبير جدا على تقنيه البلوكتشين، وطبعا تقنيه البلوكتشين دي تعتبر ثوره تكنولوجيه قويه جدا يمكن لها عده استخدامات. فبالتالي هنلاحظ ان في بعض الدول بدات تستخدم فعلا تقنيه البلوكتشين، واللي تقنيه البلوكتشين دي بتدعم بشكل كبير جدا البيتكوين او كاصل مالي. لكن الحقيقه البيتكوين يعاب عليه ان هو سريع التذبذب او تقلباته قويه جدا، وده بيؤدي بشكل كبير جدا الى ان يحيط المستثمر بمخاطر عنيفه جدا اذا لم يستطيع او ليس لديه الادوات الكافيه. فبالتالي البيتكوين يعني مستقبلها يمكن بنشوف ان في عندنا مؤسسات وشركات ودول بدات تتبنى عمله البيتكوين. يمكن احنا عندنا عده دول زي بنما يمكن اول دوله اوروبيه تسعى ان قبول البيتكوين، اوكرانيا، عندنا كوبا، عندنا عده. لكن الدول التي نتحدث عنها دول في امريكا الجنوبيه، وطبعا هذه الدول اقتصادها يعني ليس بالقوة بحيث يعطي مؤشرات عن اعتماد وتبني البيتكوين بشكل واسع في المدى القصير. هل تستخدم هذه الدول يعني دعم البيتكوين لتجتذب استثمارات ولتجتذب ناس وأشخاص من دول العالم في اقتصاداتها؟ بالتأكيد طبعا الدول دي كلها بتحاول انها تعلن عن نفسها، اولا بتحاول انها تجذب استثمارات جديدة خاصة بعد الهجوم اللي شنها الصين على العملات المشفرة. فبالتالي كانت هناك دول اخرى بدأت تتبنى العملات المشفرة، بدأت تتبنى البيتكوين كعملة قانونية، واحنا طبعا عارفين ان اغلب هذه الدول بتتسم بضعف اقتصادها، فبالتالي بتحاول تجذب الانظار ليها من خلال تبنيها للعملات المشفرة. لكن في نفس الوقت هنلاحظ ان الولايات المتحدة الامريكية بتحاول انها يعني تسن بعض قوانين بشان البيتكوين. شفنا احنا مؤخرا ازاي تم ادراج شركه اكبر شركه لتداول العملات المشفره كوين بيز في مؤشر ناسداك. فهناك محاولات من الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاخرى تقنين العملات المشفره، محاوله الى تنظيمها باكثر بحيث انها يعني ايه المستثمر لا يعاني من يعني عدم تنظيمها او لا يعاني من خسائر قد يكون السبب الرئيسي بتاعها هو عدم تنظيم العملات المشفره. فبالتالي هنلاحظ ان اغلب الدول دلوقتي يعني لذلك هتلاحظ الولايات المتحده الامريكيه يعني هي اطلقت هذا الصندوق لكون ان في طلب كبير جدا على العملات المشفره. فبالتالي كان انسب حاجه لعمليه التنظيم هو انها يتم تداولها على العقود الاجله، وطبعا دي بتعتبر يعني نوع من انواع اللي هي السياسات التي ممكن تحد من مخاطر على المستثمر في العملات المشفرة. الدكتور محمد الغباري المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مشاهدينا هكذا نصل معكم لنهاية مال وأعمال، أشكركم جزيلا على المتابعة، وطبعا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.